السلام عليكم، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نادي الصحافة. نتناول في حلقتنا لهذا الأسبوع من هذا البرنامج من عنوانين رئيسيين، هما بعد حوالي شهرين من بدايتها حملة نظافة مدينة نواكشوط، ما لها وما عليها. بعد ذلك نتناول محورنا الثاني وهو عن التغطيات الصحفية أوقات الكوارث، ويدور حديثنا في هذا المحور عن الأخلاقيات المهنية في هذه الأوقات. معي لإثراء هذا الحوار الزملاء بكاري جي من نواكشوط انفو، أهلا بك. معي كذلك محمد محمود المقداد المدير الناشر لموقع الشاهد، أهلا بكم. معي كذلك سيد محمد البوجرانة رئيس تحرير موقع الساحة، أهلا بك. ومعي كذلك أيوب، اسمكم اسم الكامل أيوب مصطفى أحمد محمود، مصطفى أحمد محمود رئيس محمود. والمحمد محمود مدير الناشر الموقع مرابع ميديا، أهلا بكم جميعا. إذا سنبدأ بمحورنا الأول عن حملة نظافة مدينة نواكشوط، كيف تابعتم هذه الحملة السيد بكاري؟ بون دو مون بوين دو في سي اون كامباني ان فيت كوم لي زوتر جو كرو كو سي اون كامباني مالغري تو كان ام كي انترفيني ا بوين نومي باسكو ايل اي انترفيني براتيكمون او لاندمان دو لا ريبتور دو كونترا دو بيزورنو دونك كي ا اون ريبتور دو كونترا كي انترفيني سان كريي غار et qui a vraiment constitué un cauchemar pour les Nouakchottois, parce que après le départ de la société, nous avons remarqué que en fait le travail qu'elle effectuait était un travail tout simplement colossal, très important, parce que juste après son départ, la ville de Nouakchott a été en fait envahie par les ordures. Donc ce qui a poussé la communauté urbaine de Nouakchott à venir à la rescousse pour essayer un peu de suppléer la société qui effectuait ce travail. Et donc il y a eu cette campagne-là qui a été lancée. Bon, c'est une campagne, il faut dire, comme je l'ai dit tantôt, qui est comme des autres, parce que c'est une campagne qui n'était pas préparée à l'avance, donc c'est une campagne qui est improvisée. Et les moyens aussi qui ont été mis en œuvre, comme d'habitude, c'est des moyens qui sont insuffisants. Et en plus de cela aussi, il y a le personnel aussi qui était invité à faire ce travail-là. C'est un personnel généralement qui n'est pas formé, qui manque de formation. ملاحظتكم على التحضير والآليات والأشخاص مكلفين بتنفيذ هذه العملية. Oui, bon, je l'ai dit, c'est en fait, c'était pas du tout préparé, c'est une campagne comme les autres. كسابقاتها طبعا. Oui, c'est هذا سيكون سؤال في أثناء حوارنا. طيب السيد المدير الناشر، ما جديد هذه الحملة؟ شكرا. طبعا حملة نظافة نواكشوط تأتي بعد فسخ العقد مع شركة بيزورنو الفرنسية. ومن وجهة نظري الشخصية أعتقد بأن فسخ العقد مع هذه الشركة كان إيجابيا، لأن من وجهة نظري أن هذه الشركة كانت تستنزف موارد من العملة الصعبة الموريتانية التي كانت البلاد بحاجة إليها. طبعا المجموعة الحضرية نواكشوط قامت مكان مجموعة بيزورنو التي كانت تقوم بنظافة نواكشوط. لا يمكننا أن نقوم الإجراءات التي تقوم بها المجموعة الحضرية في ظرف شهر أو شهرين، لأن كانت هناك مؤسسة تملك إمكانيات كبيرة وعدد كبير من العمال، ولكن رغم كل هذا أعتقد بأن الجهود التي تقوم بها المجموعة الحضرية ورئيس المجموعة الحضرية الوقت الحالي لنظافة مدينة نواكشوط تعتبر جهود جبارة، لأننا من خلال تجوالي في بعض مقاطعات نواكشوط وفي بعض أحياء نواكشوط وجدت عشرات العمال في شوارع نواكشوط، وفي أحياء نواكشوط وجدت عشرات السيارات، وجدت عشرات الآليات. وأعتقد بأن المجموعة الحضرية مع مرور الزمن يمكن أن تسيطر على نظافة مدينة نواكشوط، مع العلم بأن النظافة ونجاح عمليات النظافة يعتمد
بالدرجة الأولى على 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 المواطن. هذا المحور محور سيكون إن شاء الله بالنقاش فيما بعد. طيب أنتم سيد بوجرانا، نعم، ما جديد هذه الحملة؟ الحملة أنا بالنسبة لي كان استبدال المجموعة الحضرية لدور بيزورنو كان مباغت، ولذلك كانت المجموعة الحضرية مثلا ما كانت جاهزة لأنها تتقبل دور بيزورنو بذاك الحجم اللي متوقع، لكن حد تم ما كان مثلا طارح البال الرواية أن يعني جاته فجأة وجات بين يدي. قطعا على فم عمل جبار، وقطعا فم أمور احنا شفناها، شفنا الأماكن اللي دخلت ما كانت تدخل وعاد ينقل عنها الأوساخ، لكن الأساسي عندي في ذي الحملة كسابقاتها أهمية المتابعة. احنا مشكلتنا ما هو الحملات، نطلق حملة في أي وقت وأنت نطلقها وكل وقت نطلق حملات، لكن ينقصنا المتابعة والصرام، لأن فهم حملة الأوساخ وفهم حملة الباع المتجولين العشوائيين على الأرصفة، وفهم حملة أهل القنباط اللي عند كارفور مدريد، وبالمناسبة مجية ضرك فهم قطعة من نعاش عند كارفور مدريد، يعني على أن الحملة مهمة وجيدة جدا لكن ما هي متابعة بصرامة. يجب على المواطن يعود مدني ويعامل بالمدنية الكاملة. طبعا دور المواطن سيأتي إليك. طبعا هي حملة أظن أنها من المرحلتين، المرحلة الأولى مرحلة التنظيف، المرحلة الثانية مرحلة المتابعة. أكيد. أظن هو. نعم. التنظيف لحد الآن نجحت المجموعة الحضرية في أخذ دور بيزورنو قطعا على أكمل وجه، حتى لأنها دخلت المناطق اللي ما قد دخلت بيزورنو أساسا. جيد. لكن المتابعة هي المهمة. إلى أنني تابع المجموعة الحضرية ذي المجهود قطعا سنرى غدا نواكشوط نظيفة. أستاذ مصطفى ومحمد محمود المدير الناشر لوكالة مرابع ميديا معذرة، ما جديد هذه الحملة حسب نظري؟ شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر قناة الموريتانية على هذه الاستضافة الكريمة التي تشرفنا. قبل المجيء إلى الاستوديو حضرت جيدا، لأن الموضوع موضوع حساس، موضوع مهم. اتصلت بجهات متعددة حتى أكون منصف من ناحية الحديث عن هذا الموضوع، لأنه الموضوع يهم المواطن ويدخل في 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 الأعماق الحقيقية للمواطن، الحياة اليومية. أنا أعتقد بأن الحملة كما أشار مقداد تأتي بعد فسخ العقد مع الشركة الفرنسية. أعتقد بأن الشركة الفرنسية كان العقد معها على عدة محاور، عدة نقاط سريعة. هو أنها لا يتشقل في البدء العمل، لا يتشقل 612 عامل، ولا يتنقل يوميا 1600 طن من القمامة، وهذا ما خلق حسب الأمور اللي توصل، المعطيات اللي توصلنا لها. في بالمناسبة أعتقد أن الحملة الآن ما كانت تشرف عليها المجموعة الحضرية اللي ما كانت عند الشركة الفرنسية، كانت تشرف عليها التنمية الحضرية، وكالة التنمية الحضرية، وهذا فرق شاسع. الآن المجموعة الحضرية تشرف على حملة النظافة بوسائل مؤجرة، وهذا هون نقطة مهمة نبقي نشير لها، اني سولت عنها، على انها الآن في 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 حالة في 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 حالة انتقالية، في مرحلة انتقالية. البحث جاري عن مؤسسة تقبض نظافة نواكشوط، لكن ما بين حتى إيجاد الصفقة والله المؤسسات اللي يترشحوا لنظافة نواكشوط هي الآن تحت رقابة ومتابعة المجموعة الحضرية لأول مرة. وأعتقد بأن النظافة حقيقة مدينة نواكشوط من المواضيع الحساسة، ولما تروح القمامات ما تروح موريتانيا وحدها، حتى دول الجوار تعاني من القمامات، يعني هذه مسألة حساسة ولا في موريتانيا وحدها. وأعتقد بأن أني هنا في النقطة بالتحديد أشيد إلى المسابيع الماضية، وهذا حقيقة لا يكمن في المجموعة الحضرية وحدها، وهذا المحور اللي نطرق له بيه، وأهم شيء هو الوعي، هو الإحساس، هو التعبية. هذه أهم النقاط اللي يلا نركزوا عليها، هي التوعية، التحسيس دور المواطن، لأن المواطن ما تبقى من الضريبة القمامة. في الدول المتقدمة في أوروبا، في الدول المتقدمة كل بيت ينضمن ضريبة مقابل رفع وإزالة القمامة. في موريتانيا لا، بالعكس، هو المواطن ما فات وعاء بالطريقة اللي يلا يحافظ بها، ويعرفنا أن القمامة تجر جميع الأمور، الأمراض وياك كامل، وهذا هي النقطة نطرقها بعدين. طبعا هذه ليست أول مرة طبعا يخلق فيها هذه الحملات، دائما كانت تخلق في ما قبل.
من رأيك أنا سيد بكاري هاي الحملة استفادت من سابقاتها في التجارب السابقة خصوصا في المتابعة ما بعد التنظيم؟ دائما تخلق فهم في البداية تخلق شبه ثورة ولا تخلق مثلا تعود الناس كاملة متحفزة للقضية، وبعدين وبعد بعد 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 البداية تبدأ أمور تخف شوي. من رأيك كان هاي الحملة استفادت من سابقتها؟ Oui, bon, la campagne elle est encore en cours, elle n'a pas encore pris fin. Bon, on peut pas encore tirer les conclusions. Effectivement, donc c'est une campagne qui continue, mais quand même l'impression qu'elle nous donne, c'est que c'est une impression de déjà vu. Ce sont généralement on mobilise des moyens pour quelque temps pour essayer un peu de parer au plus pressé. Et à la fin, on arrête, et comme l'a dit le collègue, il n'y a pas de suivi. Et c'est malheureusement là où le bas blesse. En fait, je crois que la campagne d'assainissement, ça doit être une campagne continue. Parce que l'assainissement, c'est une question fondamentale. L'assainissement, c'est aussi important que l'eau potable. Donc on doit jamais arrêter. On doit donc mobiliser les moyens nécessaires. Et vous savez bien que le secteur de l'assainissement aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a pas de filière d'assainissement. Donc l'assainissement, c'est un secteur qui fait face à des problèmes énormes. Parce que non seulement il n'y a pas d'investissement dans ce secteur, et en plus, il n'y a pas d'infrastructures qui sont là, qui peuvent vraiment permettre aux autorités concernées de superviser de près et de suivre de près l'évolution de la situation. Donc on fait avec des moyens du bord, et généralement c'est des moyens qui sont très réduits et qui ne permettent pas de couvrir une ville comme Nouakchott qui dépasse les millions d'habitants. ما نقول مدير ما نقول نرجو حتى الحيديات العقد لا كخلفية عن هي الحملة المتواصلة هي ما هي حملة مؤقتة، هي هو في الوقت الحالي مجموعة بعد فسخ العقد مع شركة كوزرنو مجموعة نواكشوط حضرية بدأت بنظافة نواكشوط بآلياتها وأطلقت عشرات العمال لمقاطعة نواكشوط كاملة وآليات المجموعة الحضرية. أعتقد بأن فيه فاعلين مجال النظافة في نواكشوط كانوا يتعاملوا مجال النظافة في السنوات الماضية قبل مجيد كوزرنو. هاي الشركات الوطنية اللي لا يرجع لها الدخل اللي كان يمشي في نظرك كان الشركات الوطنية مؤهلة، نظرك كان عندها آليات وعندها الشركات الوطنية مؤهلة مشكلة عندها تمت في حالة السبات اللي دخلت مفاجأة. بأن مجموعة نواكشوط الحضرية مستقبلا قد تلجأ الى لا مركزيه نواف نواكشوط كل مقاطعه طريق اسناد البلديه لكل بلديه اسناد لها مهمه نظافتها، وتكون مجموعه نواكشوط الحضريه مشرفه على العمليه برمتها. واعتقد بان العمليه ستنجح من خلال رئيسه المجموعه الحضريه للاغراق اللي هي سيده نجاحها في بدايه عملها وبدايه مشوارها. اعتقد بان هذه العمليه تنجح فيها، غير أختار انطلق عن دائما عن هاي العملية عن هي إياك تنجح وإياك تكون على ما يرام، عن بدون الوعي التام للمواطنين وجود المواطنة من نفسها، وجود على المواطن عن وعود واعي عن رمي القمامات في الأماكن العامة ورميها في الشارع ورميها بقرب المساجد ورميها ورمي الشجر في الشوارع. هذا سؤال سنأتي إليك إن شاء الله في المرحلة اللاحقة. سيد بوجرانا نفس السؤال، هل استفادت هذه الحملة من سابقتها برأيك؟ لا أبدا. كيف؟ لأن لا شفنا نفس التحضيرات ونفس السيارات اللي كانوا ينقلوا، نفس القرادرات اللي كانوا يرفدوا الوساخ، ما شفنا آلية لا هي نظفوا بها مدينة نواكشوط، ما هي الآلية هي مدينة تنظف لها بقرادرات لا. احنا عندنا طرق انتهجها العالم، أنظف مدينة اليوم في العالم سنغافورة. خلينا من المدن المتقدمة، كرة باب البرازيل، بلدية كرة باب البرازيل انتهجت سياسة، لكن هذه المدن وصلت تدريجيا إلى انتهجت سياسة جاياك. كرة باب البرازيل انتهجت سياسة، قبلت بلدية الميزانية المخصصة للوكساخ ودارتها في المواد الغذائية، وعادت تستبدل للمواطن بوبل بالمواد الغذائية. من ناحية
عاد نوع من ضخ وإعانة المواطن في لقمة العيش اليومية. ومن ناحية صار ما هو عند حضرتك نفس الشيء العمل المقابل هو قلت لك على إني ما شفت آلية متطورة ولا آلية متماشية مع الصفة اللي صقل بها العالم وسخو. احنا قبضنا لا نفس النهج وقبضنا نفس الامور وقبضنا نفس الصفقات اللي مثلا فيها قدر من الامور اللي قديم بحث وفيها قدر من الامور اللي يلا مثلا لا كيف سابقاته. ما شفت مثلا انا بالنسبه لي ما شفت تطور في المعامله، ما شفت تطور في المنهجيه، ما شفت تطور في الطريقه اللي تنسقل بها مدينه نواكشوط. شفت لا نفس الطريقه نفس الحملات اللي كانت تعدل وللاسف اعلنها بدون متابعه كسابقاتها، وما دامت ما في متابعه طبعا اعلن لا يعود مآلها كما سابقاتها، بما ان ما فاتت عندنا نظريه جديده مختلفه عن سابقاتها معناها اعلن لم تستفيد الحمله الانيه من سابقاتها ابدا. استاذ مصطفى شكرا. أنا في وجهة نظري أعلن تقييم المرحلة الآن سابق لأوانه، بمعنى أن المدة الزمنية ما تخطها التشهر، ونواكشوط عاصمة كبيرة جدا، وأنا عندي من المعلومات أعلن الأجهزة مؤجرة ليست ملكا للمجموعة الحضرية، وبالتالي المجموعة الحضرية ما كانت عندها سيارات ولا كانت عندها حافلات ولا كان عندها غرادرات، هذا كله مؤجر من شركات وطنية كيف أشار المقداد. نتيجة صبحت للشركات الوطنية هي داخلة لهم هذه الأجور، وبالتالي أعتقد أن تقييم المرحلة الآن صعب شوي، يعني صعب شوي حتى ما ننتقدوا وحتى نكونوا منصفين، يعني على الاقل كما اشار زميل بكاري في التحضير وفي الاليات وفي الاشخاص، هل استفادت من هذه الناحيه؟ اكيد ستستفيد من 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 لاحظ نقصا صحيح ستستفيد، لا الاستفاده ستكون موجوده لا شك عن طريق الشركه الفرنسيه، لان مرحله الشركه الفرنسيه هل وجدت ام ستكون مستقبلا؟ وجدت ما قدر نقولها لك يعني، لكن ما وجدت ما قدر نقولها لك يعني خلال 3 اشهر والله شهرين يعني. وانا المعلومات اللي عندي ايضا لان هاي مرحله انتقاليه، ما فهم، هاي مرحله انتقاليه مؤقته يعني حتى من المجموعه الحضريه لا تملي استمرار في لا 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 لا, 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 لا ليست المجموعه الحضريه، هاي مرحله انتقاليه فقط، لكن المجموعه الحضريه ارتأت ان تتبع النظافه في حال يعني فهم قوانين داخليه وفهم امور تتعلق بالمجموعه الحضريه من اجل توجيه صفقات ويترشحوا بعض من المؤسسات الوطنيه والله الاجنبيه وتفوز بنظافه نواكشوط. لكن في ذيك المرحله وهي المرحله الانتقاليه الان ارتأت المجموعه الحضريه تتابع هذا، فهمت، وان تكون هي المتواليه القضيه ومتابعتها. لكن هذا المحور الثاني هو قاعد اهم شيء هو التوعيه والاحساس اللي ينجو، والتحسيس هو اهم شيء عندي. جهود المجموعه الحضريه هل هي كافيه لوحدها استاذ بكاري؟ نو لوين دو لا، باسكو لا سي ان بروبليم كي نيسيسيت فريمون لا كونجيغيزون دي زيفور. دونك جو بونس با كو لا كوميونيتي اوربان ا ايل توت سول بورا فريمون سيرمونتي لو بروبليم. Donc il va falloir vraiment une contribution de tous pour pouvoir relever le défi de la propriété. استاذ محمد حمود. انا كيف قلت لك عن المجموعه الحضريه انا كان جهود كافيه جهودها كان كافيه انا قلت لك عن بدايه كلمتي عن تقويم عمل كانت قائمه به الشركه فرنسيه عملاقه عندها اليات وعندها تجربه دوليه عن تقويمه في 3 اشهر قابلت مجموعه حضريه يمكن تسلمت عملها عن هذا ما هو يصاف. نحن ما ندور قومات. نحن ما ندور قومات. غير نحن ما ندور قومات. نحن ندور مندر كان في مجهود إخراجي يجب أن تنضاف إلى جهود المجموعة الحضرية حتى تكتمل العمل. هو العمل من خلال العمل قائم به المجموعة الحضرية وحقت قدر من النجاحات فيه قطع عنها كل نهار منها طبعا نجاحات منها ومنها قول نجاحات منها عنها عن موجودين عمال النظافه يوميا في شوارع نواكشوط وفحيا موجودين السيارات وموجودين اليات كبيره عنها تنقل القمامه خارج نواكشوط عنها تنقل جيه من شوارع نواكشوط عنها عندها ارقام خضراء حتى شاف جيف يتلفن عليها هاي 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 نحن الكاس ما يلا ننظروا لا لجزء الفارغ ومنها انها اغلقت الفارغ كان شركه جديده منها عنها قائمه منها عنها قائمه بحمل نظافه الاسواق وهذا وفتح الاماكن العامه الاسواق بعد هاي 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 المسائل دائما هي اللي تهش الاوساخ تسبب تراكم الساحات العموميه. قلت لك عن المجموعه الحضريه في المستقبل من خلال
تجاربها اليوميه الدور تتوصل عنها كل نهار، الاخطاء اللي خرجت في النهارات الماضيه تستفاد منها غدا، وعن هنا تيا الشركاء لها وطنيين قطوا في السنوات الماضيه قاموا بالمجال نظافه الواكشوط، وقامت بها بلديات عن طريق مركزيه نظافه الواكشوط. من خلال هذا التنسيق كامل المجموعه الحضريه اعتقد عنهم مستقبلا دور التعامل معهم، وبعدين تعود. طيب برايك الجهد الناقص الان هو التنسيق ما بينهم ما بين مركزيه؟ انا برايي قاع وارك ما عاد ما تجد جهد ناقص ولا وجود لي الله يكمل أنا الجهد له. انا برايي ما كافي عندك جهود مجموعه حضريه بعدها. لا انا قلت لك عن مستقبلا عن ظاهر عن المجموعه الحضريه اللي تعقبت عد المركزيه لا مركزيه نظافه المقصود عنها تسند النظافه البلديات وعدوا يتعاقدوا مع شركاء محليين خالقين تجارب قد خلقوا في الماضي عنهم كل دار يديروا قدامها حاويه. التجارب اللي خلقت في الماضي وكانت ما اثبتت فشلها ما نلجوا لبيزورنو؟ لا اسمع هي بيزورنو جات خلقت معها صفقه اكسترا يلا استفادوا لا من اخطائها. فرحاني انا قلت لك عن البلديات عنهم مرحله من المراحل اكسترا عنهم قطوا توصلوا عن كل بيت تعود قدامه حاويه النظافه يعود ذاك المنزل اللي فيه من القوانين كان من ذلك الحاوية وتجيها آلية يوميا ترفدها. جيد هاي تجربة قطوع عدت وقد يلتجي لها حالا قلت لها عندها كامل الجهود القائمة بين المجموعة الحضارية واللي تعدل من التخطيط اللي ما تخلق يعود المواطن معاون فيه. طيب هل هو الدور يعود يعود مواطن هي الجهود الدور الأخرى اللي نعود الجهود الأساسية عند اللي نقال المجتمع المدني ومجتمع ومنظمات الكشافة وهذا كامل عن جهوده تقوم بها في التحسيس وفي الأعمال التطوعية وعامل المجموعة الحضرية وعامل البلديات في نظافة العاصمة نواكشوط، وهذا الجهد المتكامل نقدر نوصل عن طريقه العاصمة نظيفة. جيد أستاذ غيرانا هل من جهود يجب أن تنضاف إلى جهود المجموعة الحضرية؟ نعم. والله الجهود المجموعة الحضرية كافية وحدها برأيك؟ أبدا ما تقدر تعود المجموعة الحضرية شهي الجهود وطبيعتها كل مجموعات حضرية الدنيا إلى حصرت ما تقدر تنظف نواكشوط وحدها قبل معونة مباشرة من المواطن أولا. كيف تتجلى تلك المعونة؟ كيف فعلا ما في الشارع ما فتح له داري أنا ودارك أنت ودار ذا ودار ذا معناها أن أي مواطن يلا ينظف قدام داره يلا أي مجموعة حضرية جيت الحق لسخ ما نجمع في بليده تعود تقرف ويسهلوا عليها هي مهمة جميع لسخ. قضية مثلا استبدال الشركة الفرنسية هذا أنا نشيد به مهم جدا لأن احنا بدل ما يعود عندنا نواكشوط موسخ والمستفيد أجنبي أحسن عندنا يعود نواكشوط موسخ والمستفيد على الأقل محلي. بمعنى أعلن احنا كان عندنا نواكشوط موسخ والمستفيد أجنبي إنه قرابة 3 مليارات ملوقية ضرك نواكشوط مازال موسخ لكن الحمد لله المستفيد محلي أن نشوفوا أولادنا هم اللي يشتغلوا هم اللي يخلصوا هم اللي مثلا ماشى أمورهم لكن نواكشوط الحضرية ما تقدر تنظف نواكشوط ما هو على التعاون مع المواطن بالتزامه بالنظم التعاون المواطن معاه هي تعاون المواطن معاه هي قصدي لكن هي أيضا يتم دورها فيما تيها لابد من الدور الرقابي والرقابي الصارم الرقابي الصارم أقول ونأكد عليها لأن احنا شفنا حملات قامت بها المجموعة الحضرية مشكورة وكانت مهمة مشاركة في عكس الوجه الحضري لمدينة نواكشوط لكن للأسف ما جبرناك متابعة وللأسف شفنا المحاملات اللي مثلا ما يعكس وجه جيد لنواكشوط وشفناها دقتهم وخسرتهم ورحلتهم لكن هما رجعوا الى حد الان غركات انا مارس كابيتال ما يقدر بوزريقه وخال منها معناها على الحمله ان تعود ما متواصله وتعود مثلا صارمه وقوانينها صارمه ما ترشي معناها على ان اشبه ان انتم بوسخنه وانتم بتعاجينا وحد يسلك لنا 3 مليارات يا غير هذه انا من وجهه نظري هذه الصرامه في الامور التمس الحياه الاجتماعيه لا يخفف منها شيء لا ما يقدر يخفف منها لان شفت المدنيه والتساهل ما يخلطوا المدنيه لا بد من الصرامه لانك انت وهي القوانين موجوده المجموعه الحضريه عندها القوانين الرادعه وعندها الاليات الناس الواحد يوقف وتو طافي على قدرهم ويقفلهم ويسدوا تماشي المفروض على المجموعه الحضريه تجي ترفدها في لنقه وتمشي تتجزا هو في الشق الثاني من الحمله والله زاد ينتهوا في الحمله المقام بها يتخلق عنها متابعه والمتابعه تعود عن طريق فرض العقوبات ذا هو اللي نتحراه احنا اللي نتحراه على ان نواكشوط الحضريه تعامل المواطن بصرامه لان المواطن المدني ما هو كي المواطن البدوي المواطن البدوي تقدر تحانيه وتحسه وتوعيه على الامور وتحاول مثلا تنعث الطريق لكن احنا ما نقدر نعودوا مدنيين بدويين بنفس الوقت ما تصح وتوف معناها على ان نواكشوط الحضريه احنا ندورها تعامل المواطن بكل صرامه اذا ما في جوقه
حد قال ما يعدل ولا يساهم في فوشن واكشوط الحضاريه يلتاك تلتزم به ولا تمارس عليك القوانين اللي الرادعه اللي ما تخليك تكرر هذا التصرف. بمعنى على ان جهود واكشوط الحضاريه وحدها لا تكفي، يجب على ان تعود فهم جهود الحكومه للضخ مزيد من الاموال. ياك نفذوا هذه الفكره، انا مصر على هذه الفكره، فكره بلديه كوروتيبا مصر عليها. يعني انا قبل 3 مليارات معطيه للسخ قرابه، يعني ليست 3 مليارات لكن قريب من ذلك، ونقبض 4 مليارات زايده مديوره في دعم باتيك امل، ونديروا 4 مليارات ونص على 3 مليارات عندنا 7 مليارات ونص، 7 مليارات ونص يديرها حد في المواد الغذائيه، ويتم اي مواطن جاب مباريته تستبدله بمواد غذائيه. انت هون شاركت في رفع القيمه الغذائيه للمواطن، اي رقاش اي رب اسره ما جبر باش يصير لا يجمع مباريته ويقيم قايس المجموعه الحضريه ويستبدلها بمباريته. المجموعه الحضريه بردت راسها من ناحيه جميع لساخوك ولساخوك. ثانيا على ان هذه الحاويات اللي يرفضوا مباريته ما يغطوا، المجموعه الحضريه عندها قانون صارم وطرحته واعطاه تعليمات صارمه، لكن لحد الان الحاويات لم تلتزم. نعم. لان المتابعه هي كل اساس، وخرق القوانين للأسف نختاره يعود متابع من طرف رئيس المجموعة الحضرية شخصيا، وليس لأن فم احنا عندنا دوائر حكومية تشتغل وعندنا موريتاني ورشة واحدة على قدم وساق، لكن للأسف عندنا لوبيات لا تزال تتمتع بعقليات زمن القديم المخربين للأمور. لأن عدنا درجة أندعنا في أمور المتابعة الصحفية فقط هذا 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 يدخل في صميم متابعة طيب متابعة التنفيذ نظافة مدينة طيب خلينا نقول أستاذ مصطفى. نعم. طيب جهود المجموعة الحضرية لكافية لوحدها هذا محور مهم ويجب أن نوضح فيه بعض النقاط طبعا طبعا. المجموعة الحضرية لا تكفي، والوزارة لا تكفي، والإعلام لا يكفي، والمجتمع المدني لا يكفي، لكن بجهود الكل نستطيع أن نتخطى هذه العثرة. الجهود المطلوبة اليوم من أكثر من أي وقت مضى هي كالآتي: هي توعية المواطن بخطورة القمامات من خلالش من خلال مثل هذه البرامج. هذه البرامج يلا يشعر المواطن ويتابعها ويستخلص منها أهمية النظافة، النظافة للصحة، النظافة من الإيمان، يعني بالتوعية، التوعية عن طريق وسائل الإعلام، المواقع الإلكترونية، عن طريق الصحف، عن طريق التلفزيون، عن طريق قنوات اللي أصبحنا اليوم عندنا 5 قنوات، أصبحنا عندنا 5 إذاعات، أصبحنا عندنا قريب من مئات المواقع الإلكترونية ومئات الصحف. هذه التوعية هي اللي يهم المواطن أهمية النظافة وخطورة الأوساخ. المجموعة الحضرية وحدها ما قد تعدلها، والدولة وحدها ما قد تعدلها، والحكومة وحدها ما قد تعدلها، لكن بتضافر الجهود كلها نقدر نعدلوا مدينة نظيفة. إذا دخلنا عشرات المليارات ولا دخلنا عشرات الشاحنات هذا لا يساوي شيء بدون التوعية وبدون يقبل المواطن مسؤوليته. هاي ما مسؤولية المجموعة الحضرية حتى الأود واضحة في النقطة. النظافة ما مجموعة الحضرية، ما مجموعة الحضرية وحدها، النظافة مسؤولية كل مواطن موريتاني، حفاظ على صحته، صحة أبنائه، صحة منزله، صحة بيته، صحة شارعه. لأنك انت بارك هي اسمها هي خالق شي قال له التحضر المدني. أنت ما تروح لأوروبا تروح الدول المتقدمة تشوف الطفل الصغير ينزل من البيت عنده باصورة، عنده زازواية ما ولا يلقيه لا يمشي خرص فين موجودة الحاوية لا هي شيء فيها. يعني هاي نوع من التحضر احنا ما وصلنا له، هذا المدرب نوصل له، نوصل له عن طريق ايش؟ عن طريق الاعلام. يعني وصول بهذا النوع من العقليات، تغيير العقليات، واحد يوقف عند الكوه وسيارته تلحقها فاخره في الشارع، عنده كلينك سايق يزرقه في الشارع، عنده ميجو يزرقه في الشارع. يعني هذا هو المدرب نخضع له، ومين نخضع له صح؟ نشوفه صح كان جهود المجموعة الحضرية تكفي، والله الدوله تكفي، والله الحكومه تكفي، والله جهه اخرى تكفي. هذا هو اهم شيء، التوعيه وأهمية التحضر بالنسبة للمواطن الموريتاني هذا هو أهم شيء. يعني لا بد من العقلية تتغير ويعرف أنه يحافظ على نظافته، ما هو من أجل المجموعة الحضرية ولا من أجل الحكومة، من أجل صحته وصحة بيته وصحة أولاده وصحة جيرانه. يعني هذا هي النقطة المهمة والجوهرية كنا نركزوا عليها وتركز عليها وسائل الإعلام والمواقع وجميع كله من جهته وكله من موقعه. أهمية تغيير العقلية لأن لابد من تعود العقلية متحضرة شوي متمدنة، بسيط
هي قضية بسيطة جدا. يعني كيف أنت ممكن تقضي الأوساخ في حي سكني مثلا في مدينة رواء؟ يعني حد يقضي الأوساخ؟ أنت مالك مرض الناس تمرض نفسك. هذا في زازو، هذا في الآليات الأخرى اللي قاعد عند مضرة، وهي ما مش وقت حتى يوحد. هذا هو تغيير عقلي، يقول لك تغيير عقلي هون. عندما تتخصص مجموعة حضارية مكان رمي الأوساخ، يجي مولا صاريت ويجي مولا بن ويصب بلي دخرة. يعني يصب بلي دخرة المجموعة الحضارية قالت إن هذا المكان هو المكان القوامات. يتم مكان القوامات ما في شيء ولا في مكان آخر، هم صاروا برا مجي يقيسوا النقطة. هذا منش من عدم التحضر، عدم الثقافة، الوعي. إحنا لازم نركز الوعي، ركز التحضر والتمدن. بدون التحضر، بدون الوعي، بدون التمدن، بدون ملي واحد يحس مواطن وطني، يحس به هو ما المعدة المجموعة الحضارية. وطنية بعيدا تتجلى من تتجلى هذا هو. لكن قد يقول القائل ان ربما المواطن انوار شوطي اساسا تخطى مرحله الباديه، لكن لما يصل الى مرحله المدينه هذه تغيير العقليه. احنا كنا نشوف هذه النقطه مهمه نضيفها شوي. احنا كنا في البوادي، بوادي عباره عن مده ترحل، ننزل اليوم ونفوتوا الايام ونوسخوا ذيك البيده كامله ومن قد نروح له عنها. لا صغات الخالي، احنا عندنا في عاصمه، عندنا في مدن، وخالق هذه المدينه اللي فيها الى بقات القمامات هون لا تزداد. احنا ما راحلين، احنا كنا بدو وكنا في البوادي نروح له ونخذوا له ايام هون وسبعة ايام هون ويومين هون ونروح له ونخلوا قمامات ورانا. هذا ما تقابل الزمن، احنا عندنا مرحله اخرى. هو تغيير العقليات، هذا هو اللي هون لابد من تغيير العقليات. تغيير العقليات علاش؟ تغيير العقليات لا يصح الا بالتوعيه والاحساس والتحسيس عن طريق الاعلام، هو اهم شيء بعد كاع الاعلام. وهذا منبه للمجموعه الحضاريه. هذا هو اللي يعود محورنا الثاني. سؤالنا الثاني، مواكبه الاعلاميه لهذه الحمله برايك كيف كانت؟ Bon, je crois que la campagne, en fait, au niveau de la presse, c'est une campagne qui a été couverte d'une façon tout à fait acceptable parce que l'ensemble des médias a fait état de cette campagne. Mais je dirais que, comme d'habitude, il y a aussi un déficit de communication parce que généralement, ces campagnes, ce genre de campagne est généralement couvert au départ, au début de la campagne. Et puis c'est terminé. En général, les médias ne se focalisent pas sur la campagne. Parce que ce qui aurait pu être, par exemple, bénéfique, ce qui aurait pu avoir un impact, c'est le fait, par exemple, que les médias puissent, par exemple, d'une manière régulière, sinon tous les jours, présenter des papiers ou sur la campagne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc il y a un réel déficit sur ce plan et les médias ne sont pas vraiment entraînés dans l'opération. Et je crois que ce déficit de communication, oui, ce déficit de communication, moi aussi je le remettrai sur le dos de la communauté urbaine elle-même, parce que généralement elle n'implique pas les médias de la façon qu'il faut. المشكلة ليست معنا الآن حتى ترد. فوالا بيان سي سا ان توكا سي. ومشكلة في التواصل طبعا، والحملة تغطى في بدايتها ونهايتها فقط. شفت هو المتعارف عليه عن نوع من الحملات، عنه دائما افتتاحه تعد له تغطية شاملة في التلفزات وفي المواقع وفي الصحف. هو المتعارف عليه به اللي موجود قاع من الصحف وموجود بالمواقع، اللي قال له تغطيه دائمه للامور ما هي موجوده، حتى اللي خصو ياسر من امكانيات وخصو ياسر من اليات العمل الصحفي. غير انا اعتقد عن 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 النوع من المجموعه الحضريه عندها خليه اعلاميه نشطه حسب معلوماتي، حسب معاملتي معها. غير ذا النوع من المسائل ما إيجابي فيه حتى تغطية الإعلامية، وإنما إيجابي فيه عن المجموعة الحضرية، عن هي اتخذ بعض الإجراءات، منها التعامل مع بعض منظمات المجتمع المدني. التغطية الإعلامية كانت عن طريق الإخبار والتثقيف والتوعية. نعم ياك هو اللي جاي. أنا قلت عن حملة النظافة، عن إنشاء الطرق لها من ناحية التغطية الإعلامية، وعن المجموعة الحضرية عنها تتخذ آلية، عن هذه القنوات التلفزية الموجودة والمواقع النشطة والصحف النشطة به، اللي هو خارج من المواقع. هذا تصنيف حقيقي. هو خارج مواقع مغمورة منها موقع يعني اللي نتكلم معكم، خارج مواقع عندها إمكانيات وعندها محررين وعندها مقرات
وعندها مدة تمشيها على الساحة وعندها عندها آلات تقوم بعملها. هاي المواقع وهاي الجرائد وهاي القنوات اللي موجودة على الساحة يلا المجموعة الحضارية تتعامل معها على إعلانات تحسيسية تحسس المواطن عنه ما يرمي القمامة في المكان الفلاني، وتعدل سكتشات تتوعي الناس ها بطريقه يوميه. يعني عدت وحملت المجموعه الحضريه؟ لا انا ما محمل انا قلت لك عن قلت لك عني في اطار انا قلت عني في اطار الجهود اللي تقوم بها المجموعه الحضريه. قلت لك عن المجموعه الحضريه عندها خليه اعلاميه نشطه وعنها تواكب روايتها كان وعنها دائما تعيط الصحافه في نشاطاتها، هذا حقيقي. قلت لك عنها في اطار الجهود اللي تقوم بها لانجاح عمليه النظافه في نواكشوط، عنها تتعامل مع هيئات المجتمع المدني والمواقع والصحف الالكترونيه اللي موجوده على ارض الواقع ما هي مغموره. قلت له اسمع جيد عنها والقنوات التلفزيونيه على اعلانات واسكتشات وامور تحسيسيه دائمه ما هي لا ظرفيه. يعود المواطن مجرد حد يفتح موقع والله يشوف جريده والله يفتح تلفزه من كل هذه السوايع والله اربع سوايع يشوف سكتش والله اعلان يقول له عساك من تكب الوسخ وانا تاكب الوسخ الا في الحاويه، عساك من تهيش تم باضي قدام دارك به اللي هو تعرف الناس تقول لك صاحب الزبالة هي الزبالة صاحبهم البيت واللي باضي قالوا عامل النظافة واللي الزبالة مولاهم البيت اللي كبه من بد ياك وصاحب الزبالة والمنادم اللي باضي قالوا عامل النظافة ويلا إنسان مولي. نحن تعاليم ديننا الحنيف الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على الجار حتى أنه سيورثه الناس تكب الوسخ قدام ديار الناس والناس تكب القمامة بسر المسجد. أنا شفت مسجد الناس معدة تمكب حيطه. هاي الأمور كاملة والعقليات حالة عنها ما انقضى عليها لا يتم المجموعة الحضرية وجميع إمكانياتها والجهود اللي قائمة بها ما ناقصة. طيب مواكبة الإعلام سيد بسرعة يعني لم يبقى لنا كثير من الوقت. مواكبة الإعلام أنا قال الزملاء أنتم موقعكم مش خصص لهذه القضية من موقعنا ما شرك ما كان شريك مثلا في الحملة للأسف. طيب. لكن تطوعنا وشاركنا يعني كانت الحملة الإعلامية كانت على مدى شهر كامل وإحنا شاركنا فيها من موقعنا يعني كانت فهم تعاقد مع بعض المواقع لكن للأسف ما كان موقعنا لكن منطلقنا الوطني ونحسنا بالمواطنة على أن يارتنا نشاركوا في أي عملية تتعلق بهذا الوطن جيد لأن إحنا ما عندنا له بديل جيد وبالتالي ما دمنا انشركنا أو والله ما انشركنا هذا سياني لأن القضية تتعلق بموريتانيا تتعلق بوطننا عدنا واكبنا ذلك الحملة لكن الحملة كي قلت لك تنقصها المتابعة ما وتابعت إعلانات ما وتابعت أمور توعية وتحسيس ما وتابعت أمور تثقيفية للمواطن ما وتابعت حتى لا أتقع مثلا الإمكانيات متواضعة ولا يلاحق أعلن مثلا يواكب الإعلام على مدى الحملة على الأقل تعدل أيام تحسيسية في المناطق الهشة ومناطق اللي مثلا تعاني من الأوساخ أعلن تعدل مجموعة نواكشوط الحضرية كل يومين أو كل ثلاثة أو كل أسبوع على الأقل تعدل يوم تحسيسي في واحدة من المناطق أو واحدة من مقاطعة نواكشوط يوم تحسيسي تجمع فيه المواطنين يعني توزع فيه مناشير وتوزع فيه أمور هذا هو الخلية الإعلامية النشطة للتعدل للنوع من الأعمال لكن فعلا فم خلية موجودة في مجموعة نواكشوط الحضرية لكن مسؤولة عن التعامل بالإعلام والمقابلات وما إلى ذلك ليس هكذا الخلية الإعلامية. الخلية الإعلامية يجب أن تقوم تواكب الحملة. رجاء دعونا من الخلية الإعلامية للمجموعة الحضرية خلنا في المواقع والصحف الخاصة بها. لا نقول لك على أن المواقع أيضا مسؤوليتها على أنها يالتها كلها يخصص خانة للحملة يواكبها يعني توفى يسوى كان مدفوع لك يسوى مدفوع لك لأن القضية قضية بلد قضية وطن قضية عاصمتنا كاملين يلا نحافظوا على أن نساعدوا أيا كان سواء كانت مجموعة حضرية أو أيا كان نساعدوا فعلا في خلق وجه حضاري لنواكشوط وجه يعني عاصمة نظيفة قادين نتنفسوا فيها الصعداء وقادين نعسوا على أولادنا من المرض خصوصا على أننا قابلين على فصل الخريف. نعم. طيب أستاذ مصطفى هذا المحور ملي انا مهم عندي نضيف فيه بعض من النقاط قفزا كما يقال. صحيح. شفت تعامل الاعلام مع النظافه ليس تعامل الاعلام مع المجموعه الحضريه جيد. حتى نعود واضحين جيد جدا. انا اعطيك مثال بسيط. انا في المرابع الميديا عدبت افتتاحيه على خطوره القمامات وخطوره الاوساخ مش واحد ما عنده فيها دخل. أنا ساهمت من حيث لا تشعر المجموعة الحضرية وبحيث ما ننضر أنا
بلانه ساعدت في حل من المشاكل اللي يعانيها المواطن اليوم. لا تريبين الجريدة المعروفة مثلا عدد افتتاحية عن خطورة القمامات وعن الأوساخ وعن هذا، هذا يعتبر مساهمة. طيب. ما عند المجموعة الحضرية بها علاقة ولا عند خلية الإعلام في المجموعة الحضرية بها علاقة. لكن عندما نكون دائما نحن في الإعلام نفكروا في المقابل في غير مقابل، هذه المشكلة. عندما تعلق قضية بوطن عندما تعلق بمصير، هذا ما قاله الزميل أبو جران صحيح، عندما تعلق مصير ما تلف من أمور أخرى. مثلا نعطيك بعض من 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 النقاط فيما يتعلق بالإعلام. الإعلام عنده دور حساس، عنده دور قوي في هذه المسألة، من الأدوار التقليدية للإعلام التثقيف طبعا. بعد الإخبار صحيح، بعد الإخبار الإخبار من التثقيف. وإحنا كنا نقول تغيير العقليات، من يغيرهم؟ الإعلام، الإعلام التسعينات والإعلام 2005 والتسعينات، ما هو الإعلام اليوم طبعا. أعطيني جريدة وأعطيك رأيا أتوف. يعني الإعلام عنده دور بارز، وهذا هو اللي من هذا البرنامج، من هذه اللي نحيي القناة الموريتانية على هذا البرنامج وعلى هذا الموضوع، فهمت؟ وهذا حقيقة مهم، ويا الله القنوات الأخرى ملي يحذو حذو ويناقشوا المواضيع. بهذا ما يعني المجموعة الحضرية، ولا يعني الحكومة، ولا يعني موالاة، ولا يعني معارضة، حتى العدو واضحين، ولا يعني إعلام، ولا يعني مسائل أخرى. هذا مسألة تثقيفية ومسألة تغيير عقليات، فائدة شنو؟ فائدة للوطن الجميع. ما في حد ما مستفيد منها. اللي تنجح استفادت الناس كاملة، واللي ما تنجح ملي كلهم الضرر منها. كيف كان يقول لك المقداد قضية الأوساخ على المساجد وقضية القمامات وهذه العقليات وقضية التبول في الأسواق في الشوارع في السوق المركزي، وهي كامل عقليات تقد تصير لا بالحديث ذاك ولا بالحوار والافتتاحيات في المواقع والافتتاحيات في الجرائد والتنويه بالمسائل إنه ما يتحضر. وحتى قاع عمال يديننا الحنيف ما يتماشى معه. إحنا لا مسلمين، الإسلام ما قال هذا؟ حرمة المساجد معروف، يعني احترام مشاعر الآخرين وعدم إيذائهم كيف قال مقداد، هذا ما اللي في ديننا الإسلامي الحنيف، هذا هو هو. ونسيت لكم المسألة ما طرقنا لها، بسرعة هو دور العلماء. احنا خلينا مسألة جوهرية، إذا كان الإعلام عنده دور أيضا الأئمة عنده دور، الإعلام هو من يوصل صحيح خطاب العلماء. حتى العلماء أدروا برنامج أدروا برامج تلفزيونية ويتحدثوا في المواضيع في حرمة المساجد، خطبة الجمعة عندهم منابر، هم اللي عندهم منابر، احنا عندنا مواقع وعندنا صحف، هم اللي عندهم منابر ومن خيرة المنابر قال فهمت، ويقد يسمع حد في المنابر للمساجد ما يسمع للصحافة ولا يسمع في المواقع الإلكترونية لا للصحف. مازال عندنا السؤال الأخير في هذا المحور. هل 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 لاحظتم أستاذ بكاري تغييرا؟ يمكن وأنتم رئيس تحرير تديروه عنوان رئيسي في الصفحة الأولى من جريدتكم غدا بعد شهرين؟ يا ريان دي سبيسيال فريمون كون بيس ميتر على اون با دو تو. جيد انتم ما انا بالنسبه لي لا نلخص تو اللي كنا سادين اخبار. انا همتيها جهود جباره لنظافه الواكشوط بعد غياب بيزورنو. هاي هو العنوان الرئيسي صحتك. هاي هو ريان الشخصيه. انتم سوي رانا نعم شريطه ارى طريقه مذله لنظافه الواكشوط، لكن ما دمت شايف أن فهم طريقة لم تستفد من الحملات السابقة فلا أعتقد أن عنوانا سيقدم أو سيؤخر. طيب أنتم أستاذ مصطفى بتضافرنا جميعا نحصل على مدينة نظيفة. طيب هذا سيكون ختام محورنا الأول. محورنا الثاني سيكون عن التغطيات الصحفية كما أسلفت، أوقات الكوارث، المسؤولية المهنية والأخلاقية للصحفي. الصحفي في هذه مثل هذه الأوقات تتنازعه شهوتان، السبق والدقة. برأيك ما هي مسؤولية الصحفي الأخلاقية والمهنية في أوقات الكوارث؟ moi je crois que à ce sujet qui est tout à fait sensible le journaliste doit vraiment être très attentif et faire très attention parce que en période de crise chaque mot a son pesant d'or donc le journaliste comme il est appelé à le faire, doit vraiment vérifier l'information et la recouper avant de la livrer à l'opinion. Parce qu'une information, en période de crise,
surtout dans certaines crises, par exemple, soit des crises qui concernent par exemple la guerre ou des crises aussi qui, de santé. Il y a certaines informations qui, une fois qu'elles sont lancées, peuvent causer vraiment un très grand tort à la population ou peut-être même aux autorités, etc. Donc il va falloir être très attentif et le journaliste doit vraiment vérifier son information, la recouper avant de la livrer au public. الصحفي عليه يتحرى الدقة قبل أن ينشر خبره للناس للرأي. في بلد كموريتانيا اللي فيه حرية التعبير بلا حدود وفيه ملي عن الصحفيين عنهم انقالت عنهم عقوبة السجن وفيه عن مادة المادة 11 اللي كانت موجودة وكانت تحضر بعض الصحف وبعض النشر عنها مادة خارجة. أنا الله المنع عن حد حصل الحرية يلا يحافظ عليها به للحرية. في فرق بين الحرية والفوضى خاصة في طار اللي انقالوا الكوارث والله الحوادث والله روايات الطارئة به اللي الدولة اللي تعود موجودة رواية كاملة خلقت فيها يلا الصحفي يعود متقيد بيان رسمي من 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 السلطات الرسمية في البلد معلومة موثقة بيان رسمي من الناطق الرسمي باسم الحكومة به اللي لن يصرف خارج هذا الإطار عرض أمنه هو وأمن بلده وقد يعرض قاع اقتصاده الخطر. وهناك نظرية تقول بأن المعلومة تمر بخمسة طوابق. نظرية الطابق الخمس تسمى في الإعلام ان تبدا بالشائعه ثم الخبر ثم الخبر الموثق ثم الثقافه ثم المعرفه. انا الان ظاهر لي عندنا في تغطيه الكوارث ربما انا 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 ظاهر لي عندنا شيء من الحريات اللي حاسدنا عليها ياسر من دول العالم اللي قالوا مجال حريه التعبير وحريه الصحافه والله اللي عندنا جاك نحافظوا عليها عن ورانا خلق قدر من الاخطاء. العالم الاخر الصحفي يكذب يحبس. هي انا قلت لك انا قلت لك عن خلق في الماضي في الشهور الماضيه وفي السنه الماضيه خلق قدر من الاخطاء مرتكبينه مواقع وجرايد وصفحات في فيسبوك نشروا هذه المشكله نشروا شائعات ما هم مستقين هذه المعلومات دقيقه وانما هي لا ما يراغوا بها سبق صحفي والله عندهم اهداف مآرب اخرى لها. انا الله اللي عن الصحافي وقلناها بقدر من المرتقيات اللي خلقوها تياها عن خبر كامل ما جايبه ناطق رسمي باسم الحكومه موثق عنهم ما ينشروا خاصه في اللي وعندنا ذلك اللي انقالوا مرض الايبولا اللي كارثه في افريقيا اعلن الله وعلى بلادنا منه وللاسف الشديد خارج حاله ظهرت منه في ما هي حاله قاع شائعه ظهرت حاله منه والله اشتباه ومشات لها الدولة. ما نقدر نناقشوا. لا ما نناقشينها لا انا ما نقدر نناقشوا لا كحاله ولا اشتباه. انا ما نناقش كحاله انا قلت لك عنه توف اشتباه وعقب اثبت عنه قاع ما هو موجود يعني للاسف الشديد شفت بعض المواقع طلعوا كحاله وهذا هو اللي واسع الانسان ما الله يتسرع وتوف شي ما ناشرته وزاره الصحه كبيان رسمي في المجال والجهه المسؤوله والله الجهه المسؤوله عنه ما الله حد ينشره ولا طرق له به اللي طرق له يعرض اقتصاد بلده وامن بلده للخطر. انا عن الصحفي الله دائما يتحرى الدقه في شيء لا ينشره. طيب الاستاذ ابو جيران كيف يبتعد الصحفي عن الاشاعه في مثل هذه الحالات؟ انت توفر له مصادر الاخبار في الدوائر الحكوميه. لين تعود فما تيها مصادر الاخبار اي حاله خلقت في اي قطاع كان موجود ناطق رسمي بذيك الجهه والله ذاك القطاع له جهانه كصحفي ونبى من المعلومه بدون اي مشكله وبدون على انه يستر عليها وبدون على وزير الصحه قال عنها ما خارج لي ولا ما خارج موريتانيا في البيان. لا نحن ما متكلمين على اللي خلقت مثلا الشائعه وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي يا الله تقبلاتيها المتحدث الرسمي بوزاره الصحه يو خاض يعدل مؤتمر صحفي نقطه صحفيه حالا ويعطي الصحافه الخبر من طرف حالته قاع ما عدلها كان في حالته ما عدلها فتح المجال للشائعه كان يفتح ما تلص صحافي. انت صحفي تعتمد على الشائعه بنقل الخبر اعطيني انا ماني معتمد على الشائعه هذا هو مكمن تحري الدقه تحري الدقه. انا ما قد نعطي 15 يوم من حني الناطق الرسمي ما بالضروره تنشر اي خبر على انا قد ما نشر يالتي ما نشر خبر
يلا ما نشر خبر. لكن قلت لك اعلن اللي مسبب الشائعة. اي خبر ما هو موثق موثق اللي مسبب الشائعة اللي مسبب الشائعة هو خبر الشح الاخبار. لان احنا الخبر الكارثة تخلق فينا. طيب انا فاهم هو يعد شائعة جيد. الكارثة تخلق فينا ويكتم عليها 24 ساعة. ولا تجبر ما تجبر متحدث رسمي يعطيك خبر. لماذا هذا التكتم؟ لماذا هذا التحكم؟ لماذا هذا التشابك؟ يجب علينا تعود في قنوات مفتوحة للإعلام أي خبر خلق يعني أي قطاع يلا مباشرة يجي يعد النقطة الصحفية ويعطي الأخبار الصحيحة الدقيقة إياك إحنا كوسائل إعلام نتناقلها. إن ما يعد لنا هذا لا هنا جبروا شائعات من التواصل الاجتماعي، شائعات من مواقع أخرى، شائعات من مواقع الصفراء اللي فينا. بالتالي نعم ما تلاقي عندي ياسر بالوقت حتى أستاذ مصطفى كي نعم يبتعد كيف يبتعد الصحفي عن الشائعة في مثل هذه الحالات؟ شوف في حالة الكوارث في حالة عدم توفر مصدر الخبر لا نتطرق لها كما قال نقطة جوهرية جدا. شاح نحن في الصحافة الموريتانية هون كانت عندنا معركة انتينا معركة قاسية هي معركة مع شينغال وزارة الداخلية ومع شينغال المادة 11 هاي كان عندنا معاه معركة ما هي كيف المعارك اليوم معركتنا معاش مع روسكم معركتنا اليوم مع الدقة ومع المسؤولية جيد ومع الشفافية ومع الصدق في المهنية ما رقيبنا منه هو رقيبنا هو ضميرنا اليوم ما أننا رقيب الله تبارك وتعالى يعني رقيبنا شنو هو ضميرنا فيما يتعلق بمصادر الأخبار والشائعات أنا نفرق بيناتهم سنتين أنا 2008 تمتين طاحت هون سيارة حي سفارة فرنسا أنا هون تنوع لي الناس اللي راسلهم قالوا لي إحنا شنو خبر عاجل انفجار في السفارة الفرنسية هذا بعدش أنا قلت ما بتعرفتش وقع مشكلة عني أنا قلت ما بتعرفتش كتبوا انفجار أمام بوابة السفارة الفرنسية هون عاد مسألتين كيف السؤال هو اللي طرح الدقة والمسؤولية السبق والدقة يعني أنا السباق اللافشي ما في ضار للآخرين مثل الكوارث شائعاتها ما ينقال شائعة هذا ينقال ضرر المؤسسة العسكرية حتكلم عنها بشائعات هاي ينقال ضرر هذا ما يعتبر خبر هذا يعتبر ضرر لأنك أنت ضغط قلوب الآخرين جريت استفزاز جريت مآسي للآخرين مجرد أنك سمعت والله شفت في الفيسبوك والله شفت تواصل اجتماعي خبر هذا الخبر أنواع أنا الخبر عندي نقيسه أنواع يا أستاذ الخبر هذا نوع من الأخبار عندي ما هو خبر عادي هذا خبر مقدسة ولا بد من تجبر له ثلاث مصادر مؤكدة وإلا تتريث حتى يخلق مؤتمر صحفي وينقبض فيها القرار وتعود انت بعد ما دريت انت على مذهب رويترز مصادر الاخبار ثلاث مصادر صحيح هذا هو المصدر هذا المصادر من نوع من الاخبار لا بد من عود فيها مصادر هاي مذهب رويترز ثلاثة. نقل الخبر هذا هو سليم هذا هو سليم هذا هو اللي في الاعلام هو اللي في الصحافة انا ما نقدم يشوف الفيسبوك درك راه واخلك كذا بيلي هذا خطير لازم نتريث خبر صحيح أخير من ألف شائعة طبعاً وهذا يجر لك القراء شد تدور تدور القراء زال عندنا أربع دقائق رجاء تدور القراء لا ما يدوروا الشائعات لا قبلوا شائعة وقرأوا كل يوم الصبح لا يقول هذا ليش من الشائعات ما يتعب حد بين ملك والمشكلة من الشائعة قال والله يجي ينشر معها عاجل تعود عاد قاع خالق عاجل جداً هو قلت لك خالق عاجل ممدودة ومن مصادرنا الخاصة ومن مصادرنا الخاصة هذه المشكلة هاي مصادرنا الخاصة بالغالب تقول الصحفي براسه إيه يعني صعب هذا هي المشكلة طيب نزلوا عندنا الدقائق هل من توجيهات للمحررين في نشر هذه الأخبار؟ bon je crois que tous les bons journalistes doivent faire très attention pour avant de diffuser des informations aussi sensibles donc ils doivent respecter la déontologie journalistique et vérifier l'information avant de la livrer. الاتخاذ الحيطة والحائط طبعا قبل النشر. أنا أعتقد عن خبر كامل يتعلق بأمن والله استقرار البلاد. والله شيء له يأثر على اقتصادها والله يأثر على سلامتها والله يأثر على وحدتها رجاج يتحرى فيه الدقة ولا يوخى عنه يكون شيء موثق رسمي ولا ويخلي عنه السبق الصحفي ويخلي عنه الشائعات هذا هو وجهة نظري يعني. أنتم أستاذ وجرانا شنو النصائح توجهها للمحررين موقعكم نوجه للمحررين اللي ملتزمين احنا به في موقع الساحة جيد علمنا ما نختار السرعة في نقل الخبر على حساب المصداقية ولا على حساب المهنية لكن عندما يتعلق الأمر بالوطنية والله واحد من الثوابت الوطنية أيضا يصبح الأمر عندنا مقدس
لأن القضية ما تلات فيها مهنية، مجرد تعود القضية على تتعلق بأمن بلد ولا تتعلق بمصلحة بلد، هذا ما في ماتت في حيادية. ولكن عند الصحابة، عند الصحابة الخبر مقدس يسوى تعلق باش. نحن في خطنا التحريري المهنية والحياد لا يتعلق بالقضايا الوطنية أبدا. خط أحمر، لأن مسألة تعود القضية على تتعلق بأمن البلد ولا قضية وطن، إحنا عندنا قطعا لهنا نحاز بلدنا وأمن بلدنا طبعا. معناها على أن إحنا يسوى قد اللي خطينا من خطوات بطيئة جدا في التقدم، في موقعنا يتقدم ببطء، لكن ما نختار لا الأخبار الصفراء ولا الأخبار الشائعات ولا الأخبار المنقولة من مصادر كاذبة. بالتالي إحنا نمشي بالشور اللي في خلاقه يجري، هذا هو اللي ننصح به كل المحررين على انهم يمشوا بالشرف. قال قروي اخرى مسؤوليه ان الخبر كما يقول المثل الباط عادي، الخبر كيف الزرقاء ان يؤخذ ايد مولاه والله قلمه مات لي يعرف تدير شنو. صحيح، هذا احساس اخر بالمسؤوليه. كان عندنا توجيهات المحررين لكم اثناء التغطيه. انا عندي عبارات دائما نقولها للمحررين في وكاله المرابع ميديا ثابته عندي ما تتغير. اياك قلت لكم مرق شوي قبل قليل، دائما نقول ان معركتنا كانت مع وزارة الداخلية وكانت مع المادة 11. معركتنا نقولهم دائما في الاجتماعات التحريرية، معركتنا يا شباب اليوم مع الدقة ومع المسؤولية ومع الشعور بالوطنية. نحن رقيبنا ضميرنا، ما في رقيب آخر. إذن لم يبقى لنا إلا نشكركم ضيوفنا الكرام، الأستاذ بكاري والأستاذ نواكشوط أنفو، الأستاذ أنفو، الأستاذ محمد محمود المقداد رئيس تحرير موقع الشاهد، الأستاذ محمد البوجرانة شكرا جزيلا لك رئيس تحرير موقع الساحة، والأستاذ المصطفى والمحمد محمود مدير الناشر لموقع مرابع ميديا. شكرا لكم أنتم كذلك مشاهدين الكرام، إلى اللقاء.